معاك على البدايه ديال المشوار ديالك طبيعه الحال باش غتبدا في التدريب، لان اكيد كتبدا بلي كاتيجوري عاد كتوصل للفريق الاول كمدرب، يعني بحال ملي كتولي لعاب كتبدا من الاول عاوتاني في التدريب. النهار الاول اللي بديتي كيفاش جا القرار باش عادي غادي يلتحق بفريق بي اس بي ايندهوفن الفريق العريق، ولكن هذه المره غيبدا في التدريب؟ لا لا انا الا تنهضروا ثاني او ثاني الا شي حاجه مكتبه ليك حنا مسلمين وهذا الا شي حاجه مكتبه. انا فاش كنت في المغرب كانوا اتصالات مع 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 الجامعه في المغرب، وكانوا اتصالات من هولندا كما تنقولوا. الناس يقولوا لي حيد الكيت، لا واش كتسمعني مزيان عادل ولا ما كتسمعنيش؟ انا كنسمعك اسميتو 90% مره 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 كنمشي باولو مره باولو باولو حيدو خويا الكيت دابا نسمع له غير خلينا تنسمع تنسمع وي تنسمع دابا مزيان عادل احسن. اي واش تنقولوا انا من الصباح اصاحبي حنا دايرين ما عرفتش انا راه ما تهضرش معايا في هذاك الشيء ولا بغينا نديرو في هذاك الشيء وراه لاباس ملي شعل انا التليفون وتنهضر معاك. والله ما عنديش مع سميتو ما عنديش مع هذاك الشيء. احنا شوف حنا بلدينا عادي بلدينا حنا قدام ما عندناش مع هذا الشيء دابا. لا انا ما عنديش داك الشيء زعما نبقى هذا تيقولها في هولندا ا تكنيك ما تنعرفش اسميه. زيدني عليك انا هذا يلاه جاني هذا الكيت هذا النهار من كابو من عند اختي قلنا نجربه صافي قلنا الدراري يلا نكملوا. شنو كنا كنقولوا؟ كنا كنقولوا عادي بزاف كنتاكد المكتب كل حاجه بالمكتب. هي اسميتو فاش انا كنت في المغرب ديك السنه درت اتصالات، كاين اتصالات في المغرب في اوروبا هذا كما قول انا المانجر ديالي في هولندا دار اتصالات انا في هولندا قال لي خاصك تجي لهنا لهولندا تبدا لا كارير ديالك تاع التدريب هذا ما عليناش اتصل في اس بي بي اس بي ايمو انفيتي عيطوا ليا قال لي اجي باش نهضروا باسكو من الفلسفه تاع بي اس بي حتى هما تيبغيو في الاكاديميه تيبغيو اللاعبين القدامى اكزاكتومون. علاش؟ باش الفلسفه تاع هذا يلقنوا على اللاعبين الصغار. مساله منطقيه. واخا عيطوا ليا ايمو انفيتي جيت جلست معاهم السلام عليكم هذا قالوا لي قلت لهم انا بغيت نبدا التدريب وهذا قال لي احنا غادي نقدروا نعاونوك نديرك التدريب غادي نعطيوك شهر ياك دير شهر ومن بعد مور هذاك الشهر نديروا واحد التقييم لهذاك الشيء وتشوف واش نيت بغيتي هذا التدريب ولا لا. ايوه ما عليناش دوزت انا هذاك الشهر جلست انا في هولندا دوزت الشهر هذا سميتو دوزتو موراها في الفان تاع في الاخر الشهر قالوا لي يلاه شنو دابا واش بغيتيني التدريب ولا دار لك الحال ثاني. قلت لهم لا بغيت انا باش دوزت هذاك الشهر زاد عجبني الحال كثر وهذا هذاك الشهر دوزتو كمساعد تاع فريق قل من 17 سنه. ولكن كنت درتي لي ديبلوم ديالك ديك الساعات ولا مازال؟ ديك الساعه باقي انا باقي يلاه كدير ديك الساعات لوبسيرفاسيون. اي لوبسيرفاسيون اه ديك الساعه فاش مور هذاك الشهر جيت جلست ديك الساعه مع الديريكتور تاع الاكاديميه وداك الشيء هذا قال لي صافي قال لي غادي نبتيو معاك واحد التراجي هذا تبتي لي ديبلوم ديالك. هاد لي ديبلوم شنو هما؟ كاين سي كاين بي كاين الا يو اف ا ولو ديك كاين يو اف ا برو والابرو الله يعطيك الصحه. ومن تما بديت انايا بديت هذا بديت خديت السي الحمد لله خديت البي كنت مقل 16 سنه قلت 17 سنه خديت الا هذا دابا تنبريباري انا في الاخر تاع البرو لا برو اسمي انا في الاخر كما نقولوا في الاخر المطاف الحمد لله. دابا تكملت نيت بكا اسيستون تاع البرومي ايكيب ف دابا اللي لكن دابا هذه بحد ذاتها هذه تبارك الله بحد ذاتها انجاز انك غتكون المدرب المساعد ديال الفريق الاول ديال بلايز فاينتوفن راه ما ساهلاش. ولكن نهضر معاك انت على النهار الاول قال لك غادي تشد واحد الفريق ديال قل من 16 سنه. نعم ما كتجيكش داك التحول الاول صعيبه عادي كنت لعاب كبير ونجم وكذا ودابا غادي نولي ندخل مدرب على الدراري الصغار. وي هذا ما كانتش صعيبه. هذاك هو كما تنقولوا المسائل اللي الا تغلبتي عليهم تقدر تقول اوكي انا بغيت نكون مدرب ولا لا. راه تتبتي لا كارير تتبتيك من الزيرو. انا فاش يلاه جيت بغيت نبدا التدريب هضرت مع الناس بيان سور هضرت مع الناس قلت لهم هكا اشنو النصيحه ديالكم. هضرت مع ناس مغاربه هضرت مع ناس هولنديين هضرت مع سميتو قلت لهم يلا اشنو باش تنصحوني انا بغيت نبدا واحد الكارير.
نفس لا ميم شوز اللي قالوه، نفس الشيء قالوا بانه انت يا دابا راه ما بقيتيش لعاب لعاب لعاب، كي تاخذ يدك كي تقول ذاك الباجاج اللي هذا اكزاكتو معك الساكادو حطو وصافي. ولكن دابا ماشي تبقى تقول علاش انا تنهضر مع هذا وعلاش انا فلان ولا انا هذا دوزت ولا انا ما دوزت. لا انا نقول نعطيك مثال، انت دوزتي سيزون 16 عام تاع الاحتراف ياك، لعبتي في التيرانات كلهم تاع اوروبا وتتجي ياك وتتكون مساعد تاع واحد المدرب اللي هو ما بوتيتخ ما دوز حتى 20% نقولوا في المثال في الاجريما تاع داكشي وخاصك تبقى تتقاد البلوات وتجمع وتستيب وتير. وهذا ايوا عندك دو شواج الاختيارات، يا اما تقول انا فلان ياك ولا تقول بلاتي لا انا خاصني راه دي كارير انا فلان ما والو انا باقي ما بدي يلاه بديت انا لهذا لان هذه كارير اخرى. لا ديك الصحه هذا اكزاكتو. فانا بديت هكاك، بديت من الزيرو ياك، بديت من الزيرو استثمرت كاع الجهد ديالي تنتصنت الصغيره والكبيره. جا فانيستروي يقول لي شي حاجه نسمع ليه، لعب في الطوب تاع العالم، جا نسميك بيتر ولا شي حاجه اللي لعب هي في لي زاماتور نسمع ليه حتى هو هذا ومن تما. ولكن بعد مرات عادي راه ما سهلاش، لان سي فري بان كاين هذيك لا ساجيس ديال التعلم، ان الانسان اللي كيكون ساج وكيشرب عقله وكيبغي يتعلم كيقول لك نتصنت. ولكن عندنا النفس ان مثلا نعطيك مثال وضيعوا راك قلت هذاك النهار واحد الدوكيومونتير واعر عادي اللي كان عندك الوقت اي سي باش تشوفو ديال مارادونا فاش كان، ومره واحده اخرى غادي نقولها للناس، مارادونا فاش كان في لي كلوب ديال دورادوس في المكسيك في الدوزيام ديفيزيون وكان تهز هو واحد المدرب ديال الفريق الخصم وخرجوا مارادونا بالحمراء. فمن يطلع مارادونا للتريبون كيقول لهم واش انا نلعب كره قدي، هذا راه الناس كيعرفوني في العالم، هو الى دخل للدار خصو يجبد لاكارت ناسيونال باش يعرفو. هنا كتحس بان افكتيفمون مارادونا، ولكن دابا افكتيفمون سي ان تشالنج مع واحد الفرقه في الدوزيام ديفيزيون في المكسيك، ما كتكونش كتقول مع راسك بعد مرات هذا يقول لي انا راني دوزت كره اش غيقول لي. لا 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 فهمتك انا، هذيك هي الكاركتير، كاين اللي يقدر يقول هكا وكاين اللي اسميتو انا بوانت نهضر عليك شخصيا. هذا هذيك هذاك الايخو ياك هذاك الايغو ديالك ايغو اكزاكتلي تحطها بجنب، الا ما تحطهاش بجنب ما غادي دير والو فهمتي، الا تحطها بجنب بيان سور عندك القيمه ديالك وعندك الراي ديالك هذاك الشيء لا بد ما خاصو يبقى، الا انه لا غادي تكون هذيك المونتاليتي ديك العقليه تاع زعما راه انا فلان وانت باقي كاع ما فلان ما والو ما سميك ما انت فلان بوتا تدخل معروف كلعبتي كمدرب باقي ما كاين والو. فبديت انا هكاك بديت من الزيرو هذا اول حاجه حتى الان والله الحمد لله السريده اسميتو دابت داكشي اللي كيقولوا لي تنساله كيقول لي انت واحد الحاجه اللي درتيها هو انه زعما حضرتي راسك درتي بحال ما هذا وانت غادي اكزاكتومون يا باش الحضوريات الراس زعما كيما تنقولوا دير هذا وتاكسبت كلشي اللي بدا وتقبل، ولكن داك حضوريات الراس اللي غنتصنت وغنتعلم تصنت خاصك تتعلم. انت ذكرتي واحد السميه، ذكرتي واحد السميه كلاعب راه كان كيدويها هو فان نيستروي، هولندا كانوا فيها لعابه كبار يعني في التاريخ ديالها، وهاد اللعابه الكبار كلهم تحولوا للتدريب. كنهضر على باتريك كلوبرت، كنهضر دابا مثلا على فان نيستروي، كومان هو الاول، سميات كبيره بزاف. شكون هو اللي عندك معاه اكثر او اللي كان عندك اكثر من احتكاك واللي تعلمتي منه في هذاك لابيريود قبل ما توصل للفريق الاول؟ وي حنا دابا نهضروا على هذا الموضوع هذا، لانه انت نهضروا على هذا الموضوع اللي قلتي تاع زعما غادي تقول انا كنت فلان ولا كنت فلان وعلى هذا ولا على هذا. نجيب لك دابا انا ريد فان نيستروي ياك، ريد فان نيستروي هو معنا في الاكاديميه فهمتي. انا كان عندي السنه اللي فاتت كانت عندي قلم 17 سنه ياك الفريق، وهو كان عنده قل من 18 سنه ياك. انا تنهضر مع سي ليكيب اللي عندي معاه الكونتاكت، اللعابه ديالي يمشيو لعندو ولا هذا سميتو، المهم عندنا الكونتاكت كل نهار. هذا تنهضر معاه تنقول اشنو لي زومبيسيون ديالك اشنو هذا اشنو هذا اش يقول. هذا راه ريد فان نيستروي، هذا راه من سميتو كما تنقولوا من لي جوغ احسن لي جوغ اللي دازو في التاريخ تاع هولندا. وي 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 فعلا تيقول لك انا باقي والو، باقي ما مستعدش انه نكون فريق بيس بالاول، بغاوه كمدرب اول
ياك هو تيقول انا لا انا باقي ما عرفت والو انا خاصني نتعلم، تيمشي لعند كل من 13 سنه، تيمشي لعند كل من 14 سنه، تيمشي لهذا وتياخذ الوقت ديالو. فاذا تنهضر لك على المونتاليتي العقليه بيان سور علاش تيقول لك اودي انا جوار كنت عندي لي كاليتي دابا كمدرب باقي خاصني تنتعلم ونعمر مزيان ونعرف شنو كاين وهذا وهذا وحسن في الكوره. وهذا هو التحدي عاوتاني عادل، هذا هو التحدي عاوتاني، انك انت دابا كلاعب مثلا ملي غتمشي غتلعب في فيلام ولا في بي اس في مشيتي وهما عارفين كيعني لعاب وعندك لي كاليتي دو جوار وعندك ان طالون، ولكن دابا غادي تمشي للبي اس في ايندهوفن في الطاقم التدريبي ديالهم مغربي، نعم يعني خاصين، وهذه مهمه بزاف هذه النقطه ديال المغربي، وغادي يفضلوا انهم ياخذوا مدرب مغربي على مدرب او لاعب هولندي. والحمد لله هذاك الشيء كشرف الحمد لله الحمد لله عليه، نقول لك الصراحه الحمد لله عليه، لان ما كانش صعوبه بالنسبه لك هذه القضيه، زعما ما حسيتي انك حسيتي عادي بحال المغربي بحال الهولندي، ولا كتحس بان كاين شي ناس مثلا ما يعجبهمش الحال؟ لا سميتو هذيك كل طريقه تفكير، نقول لك الصراحه بالنسبه لي انايا ما تنحاولش نركز على كما تنقولوا هذيك الانرجي نيجاتيف، هذيك الطاقه السلبيه ما تنحاول، بوتيتر تيكونوا شي حوايج في الطريق هنا ولا لهي ولا شي واحد شي شخص اللي واحد يشوفها في شكل ولا واحد الرياكسيون في شكل، هذا الشيء كاين، هذا الشيء ما بلا ما نكذبوا على راسنا، الا انه دير واحد الهدف ياك، دير واحد الهدف هذا، ديك الانرجي كما تقول ديك الطاقه السلبيه ما تركزش عليها، تركز على الحاجه اللي تزيدني لهذا، الثقه هضرتي على الثقه، تخدم ليها وديك الساعه تشوف كيما تنقول فين غادي توصل. لحد الان الحمد لله غادي هذاك الشيء جيستيفا ليا بانه فاش عيطوا لي ليكيب بريمير كيما قلتي شرطي واحد الحاجه مهمه باش كمغربي الفريق الاول تاع بي اس بي انا جاي ليها، ماشي انا جاي ما غاديش تدخل ليها، ما اكيد انا جاي ليها الى ما عصروك كما تنقول. الله يرضي عليك، انا جاي ليها انت باش كتعجبني هذه، انت كتبرقم وانا كنفهم، انت كتشوف لي باس كنفهم، شوف وليت انا اللي تنبرقم وانت تتفهم، راه انت اللي تنبرقم وانا كنفهمك انا ويلي. دونك هنا غادي نرجعوا للفريق الاول، انت قلتي الثقه ديال الفريق الاول باسكو انت بطبيعه الحال بديتي مع الفريق، انا في التدريب بديتي معاهم في 2016 ياك عادل، 2016 دونك من 2016 تبارك الله 2019 ربع سنين غادي نعيطوا لسي عادل رمزي، ما نعيطوش للمدربين الاخرين باش يكون المدرب المساعد ديال الفريق الاول ديال بي اس في. واش كنتي كتسناها شي نهار توقع؟ لا هو الهدف كان كبير ياك، ولكن بنكون معاك منطقي، نكون معاك منطقي، فاش عيطوا ليا انه نقول لها ما تيقتش، نقول لك انه ما تيقتش، لانه قلت كان عندي ديما الهدف تما، ولكن ماشي بعد ماشي نقول لك ماشي بهذه السرعه. لا اشنو كنت قلت اودي تدير في راسك واحد الهدف، لان خاصك تكون غياليست ياك، خاصك تكون واقعي، تقدر تقول انا غادي نجلس وغدا بغيت نمشي، انا بغيت نطير هكاك بلا سميتو، ما يمكنش، فهمتني؟ نقول لك دابا لا غتقدر ولكن غتحرق من الاول. اي هادشي بغيت نقول لك، دابا فاش كنت في بي اس بي قلت اودي غادي ندير هذا لي ديبلوم ديالي، ومن بعد غادي نمشي تيست ستوب كما تنقولوا، تمشي لفرقه اخرى، ومن بعد بوتيتر هذا سميتو، ولكن من الاكاديمي ديريكت هذا مورا 4 ها، كاينين دي زونترينور، كاينين مدربين هولنديين في الاكاديميه، والله رضا الله 10 سنين بالله. ايوا شنو راني من قبيله وانا كندق عليك وانت وجاوبتيني بالبرقمه وفهمتك، لان كاين اللي كيتسنى هذه الفرصه هذه 10 سنين. والله الا 10 سنين كاينين تنعرف، راني فهمتك، خدمت معاهم انا مساعد لهم هما سميتو هذا ويتو. والمهم الحمد لله، فهمتي الحمد لله، انا فاش سميتو الحمد لله هذا، من واحد الناحيه اخرى تزيد واحد الثقه تجيستيفي ليا تبرهن بانه يمكن حنا الى رجعنا الهدف من هذا الشيء كله، شنو هو كاع الهدف من هذا الشيء كله هو بالنسبه لي انا شخصيا انه هذا الشيء رجع حتى بالفائده على ان شاء الله الكره المغربيه وعلى الهدف ان شاء الله، ولكن كسينيال كواحد واحد واحد الهدف
بانه علاش حنايا احنا ما نسميتوش، علاش حنايا ما نفرضوش راسنا، فهمتي؟ ما نفرضوش راسنا ونبداو نثقوا حتى حنايا ونديروا هذا. هو الكره المغربيه يا عباد الله صاحبي، عندنا لي طالون، عندنا سميتو، عندنا كل شيء، اشنو خاصنا؟ عندنا كل شيء. تمشيو انا شوف، انا ماشي ضد المدرب الاترونجي، نقول لك واحد الحاجه، ماشي ضد، انا تنشوف 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 اللي بغى يضيف لنا شي حاجه لكره القدم المغربيه، ولكن انا يا سيدي الى عندي الناس ديالنا، يعني مدرب المغرب هذا سميتو اللي يقدر هذا، ونبقاو حنا تنمشيو تنتجارا ونديرو ونبقاو جالسين اللور 35 مليون جالسين حنايا بحال ما عمرنا لعبنا الكره، ما عمرنا شفنا والو، نبقاو تنستناو واحد اش بغى يدير لنا، ما يمكنش، فهمتي؟ نشوفوا بعدا، نشوفوا اشنو عندنا، راه عندنا حنا الناس، عندنا هذا، وهذا الشيء تنتمناو هذا الشيء هذا نغيره، فهمتي؟ احنا خدامين، راه ماشي هادشي ماشي تنقولوه مراسمه، راه 5 سنين 6 سنين الغربه السريطه، فهمتي؟ ياسر والله العظيم ربي عالم، فهمتي؟ وحق الله الا كل صباح وعشيه الخدمه وهذا علاش؟ اولا التحدي بيان سور باش نسميه هذا، وثانيا ان شاء الله باش نرجعوا لهاد البلاد هادي، نرجعوا ان شاء الله للمغرب ونشرفوا هذه الكره المغربيه ونهزوا هذاك المنتخب المغربي ان شاء الله في واحد النهار ان شاء الله، ونديروا على سميتو هذا ان شاء الله الرحمن. هذه ديال المنتخب غادي نرجعوا نهضروا عليها عادي، ولكن دابا نكملوا على الفريق الاول ديال بي اس بي. ملي دخلتي اول حصه تدريبيه مع الفريق الاول ديال بي اس بي، وكنعرفوا ان ديك الساعات كاين الضغط على فريق بي اس بي، كاين مباريات صعيبه، كاين لاياكس، كاين ماتشات صعيبه، وانت كمدرب مساعد ديال 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 المدرب ديال المدرب الاول، كيكون الضغط على الستاف في كل اسبوع، كيفاش تعاملتي انت مع ذاك الضغط ديال الفريق الاول في الاول؟ انا عندي اكوت الضغط بعدا عاده تمشي تنجري ولا تنتريني كتخرجوا تنحل على سميت. لا هو اولا كما تنقول لك عيطوا لنا الكاستاف، دخلنا في واحد الطرف اللي هو صعيب، كانوا النتائج انه فريق بيس بين دوبن كانوا خسروا 12 مباراه ما ربحوش، وي هذا قالوا المدرب مارك فان بومل عيطوا لنا احنا ستاف جديد ديسمبر 2019 بادون في ديسمبر 2019 كان عندنا باقي عندنا مباراه كاس ومباراه هدف البطوله باش نمشيو باش هذا، ومن بعد غنمشيو عطله. الطرف اللي دخلنا فيه كنا عارفين بانه الفريق المجموعه ما بقاتش الثقه سميتو كما تنقولوا التخوت الجو، فهمتي؟ التخوت حنا كان فاش دخلنا تما كانوا عيطوا لي ديك الساعه ان ديمونش، كانوا خسروا ديك الساعه مع فاينورد، وعيطوا لي قالوا لي الثلاث غادي تكون في الثلاث غادي البروميير انترينمون مع الجروب. فحنا حاولنا، وكان عندنا ديك الساعه لو سامدي كان عندنا الكاس ومن بعد البطوله، فحاولنا ما يمكن انه نرجعوا الثقه لسميتو، نرجعوا الثقه للفريق وهذا. فالحمد لله تغلبنا انه على دوك جوج مباريات، ومن بعد مشينا من بعد المعسكر التدريبي في قطر، كان عندنا واحد الوقت باش نقدر، الا انه الضغط انورم، الضغط كبير. هذه ماشي مساله تاع تخسر هذا الماتش الاخر دابا نعاود ثاني نشوفو، ما عندكش يا محمد، لا ما كاينش هذيك الهضره، ما خاصها سميتو، وما عندكش وما كاينش اكسكيوز. ها بالضبط، التوب هذا كاين سي ان كلوب، ان توب كلوب اللي الى فيستيش بزاف تاع الحوايج، هذا ما يمكنش انت تجي سامتي تخسر هذا وتجي وتقول تلقى غير هذه ولا ما كاينش تعادل، ما كاينش تخسر، خاصك تربح ديما، هذا سميتو فالضغط كبير. عاد تجي للتيران، حنا تجي 7 الصباح حتى 7 العشيه، كلشي تنجلسو التدريب التدريب نحللو كلشي نديرو هذا، اي حاجه الظروف مساعده نقول لك الصراحه كاين كلشي. بغيت 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 لقطه من هادي، بغيت مساله من هادي، بغيت تفيل مع لونترينمون، بغيت مورا لونترينمون نشوف اشنو هاد اللعابه، اشنو شحال جرات، المهم كلشي كاين. ولكن الضغط كبير، وخاصك تكون تما كما كنقولوا اكزاكتلي، لان ملي كتلعب في لو نيفو سي ريزولتا هي اللي كتحكم. ملي كاين لاعب من الاصول المغربيه او المغاربه، ما كتعجبش هاد الاصول المغربيه، راه مغربي، كاين افلاي وكاين احتار
من قبيله والناس كيكتبوا على هذا اللاعب احترم احترم احترم، شنو كتقول على هذه اللعيبات؟ واش انا نقول لك تنقول حنا دياماندا ما سمعتكش دياماندا ديامون الو وي عادي شنو قلتي ما سمعتكش ديامون ديامون تعرف ديامون دياماندا هو سي ديامون في الكره سي ان طالون لي انكرويابل تنهضروا حنا على تنهضروا على محمد يختاري براين افلي تنعرفوه بلا ما غني على التعريف تهضرك على ايطاليان دابا يلا كمل 18 سنه غوشي هذا اي عنده كل شيء اللي يقدر يسميتو يكون توب تاع العالم زعما توب تاع هذا بالنسبه للموضوع هذيك انه يلعب مع المغرب ولا يلعب مع هولندا باسكو واخا ربما ان هذا الموضوع هذا كيبقى موضوع حساس لان ربما ان حكيم زياش كان اخر لاعب اللي هولندا كانت بغاتو باش يلعب مع منتخب هولندا واختار هو المغرب ما كيبقى موضوع حساس يعني بالنسبه لهذا اللاعب هذا ما عرفتي في هذا الموضوع انت وياه لا انا نقول لك انا كنت هذا السؤال صراحه انا كنت قبل بزاف هذا كيقصي موضوع حساس عندي انا فيه جوج تاع كما تقولوا الراي جوج هذا بالنسبه للعاب الاختيار ديالو هو الاختيار ديال انا تنحترمه عليه هو لانه ما يمكنش نقول ليه سير لهادي ولا سير هادي هو سي اختياره سي مستقبله سي الاحساس ديالو مع عائلته هذا كما تنقولوا الشغل ديالو هذا بالنسبه لي انا شخصيا انا اي لاعب في المستوى تاع محمد وفي مستوى الاختيار يعني غادي نبغي مع المنتخب المغربي بيان سور باسكو راه كما تنقولوا راه سان ديامو وحق الله زعما اللي الناس اللي تمشي باش تفرج فيهم في التيران وعنده كل شيء عنده كما تنقولوا ان تيب ديزير عنده اون دي زونت كاليتي وهذا سميتو اما الاختيار ما عادش الا اختار نقولوا في المثال هولندا نكرهو ولا هذا نو بالنسبه لي انا شخصيا كي قلت لك كنتمنى يكون كاع اي لاعب ما عمركم ما تناقشتي وانت وياه في هذا الموضوع لان اكيد انك بالنسبه لهذه اللعابه باسكو خصنا نعطيو كل اللي حق حقه ونحيدوا هذيك الهضره ديال انه هذا اللاعب ما اختارش باش يلعب مع المغرب دونك خائن وكذا راه الفتره ديال الاختيار راه صعيبه بزاف على اللاعب راه ما كيعرفش ديك الساعه باش فين غادي يلعب وكيضوي مع عائلته وكيضوي مع المدرب ديالو وكذا راه كيكون راه ما ساهلش الله يكون لهم في العوان ما عمرو ما تهضر معاك قال لك الور انت لعبتي في المنتخب المغرب شنو بان لك ما عمرك ما تناقشوا في هذا الموضوع حنا تنهضروا في هذا الشيء كما تنقولوا كنقول على جاك مو ماشي تنجلسوا بار اكزومبل ولا غادي يسولني يقول لي واش نستي هنا ولا نستي هنا هذاك الشيء تيديروا مع العائله ديالو حنا تنهضروا بحال هكا تنقول لها ودي الا بغيتي تعرف على المغرب وعلى كيفاش البلاد دايره لانه هو مزيود في هولندا والعائله من هولندا وهذا فكما تنقولوا عقليه اخرى منطلقه اخرى سميتو لانهم الناس هما كيهضروا زعما الناس سميتو عندي العلاقه معاهم مزيانه فدائما نفتح لهم بانه الاسئله ديالهم هذا ما نقدر نقول لهم كيفاش انا لعبت في المنتخب 10 سنوات نقدر نقول لهم البلاد كيفاش دايره الشعب كيفاش داير الترحاب ديالنا الولافه الناس يحماقوا على الكره انه غادي سميتو هذا فتنحاول ما يمكن كما تقول لهم تفرج لهم باش يديروا الا انه ما تندخل صراحه في التفاصيل نقول لك بانه لازم انه تختار ولا لازم هذا تنحاول ما يمكن تشرح ليه شنو توضح ليه الصوره ولكن الاختيار ديالو اكزاكتو انا مع بالنسبه لابراهيم افلاي بالنسبه لابراهيم افلاي كان وقع لي واحد المره كان خوه كان ديك الساعات مع بيمبيرغيك مع المنتخب ديال المغرب نعم. فاش اختار هو يلعب مع هولندا وكنت سولته قلت له زعما ابراهيم اختار باش يلعب مع هولندا ما خصهاش باش يلعب مع المغرب علاش؟ قال لي شوف قال لي نقول واحد ما باش ما نبقاوش نناقشوا بزاف قال لي ابراهيم كيموت على المغرب نعم لعب مع المنتخب ديال هولندا هذاك اختيار كراوي هادشي اللي كان ولكن ديالنا راه ما يتناقش راه هي راه كاع الدراري دابا الدراري اللي تيختاروا هولندا نقولوا في المثل الدراري تيختاروا هولندا ماشي نقول انهم البلاد راه المغرب راه فوق كل شيء راه فوق كل شيء تي بينا ولا ما بيناهاش والواد كي يبغيوهم واسميتو الموتيف ديالهم علاش اختار هولندا هذا خاصنا نحترموا داك الشيء وهذا صافي كتبقى امور خاصه ديالهم حنا كنتمناو اونيتمون غنهضروا اوت اوف ريكورد ما حنا في انستغرام باش كيبغيو لي كيزوموا كنتمناو ان اذا اختار هولندا يغير رايه ويلعب مع المغرب كنتمناو
تنتمنى. انا بالنسبه شخصيا انا نقول لك من جهته هو شخصيا انايا تنتمنى من القلب ديالي انه ماشي غير هو اي لاعب هذا الا اختار المغرب غادي يشرفنا وسميته تنتمناو حتى هو يختار ان شاء الله البلاد ديالنا المغرب على الله يا ربي على الله. وضير كنشوفوا مثلا دابا حكيم زياش اللي يعني كيتعتبر من ابرز النجوم في هولندا وشفنا التسميات اللي دازوا في هولندا بحال الاخوين مرافق تبارك الله حمادي لائحه طويله تبارك الله ديال اللعبه اللي تبارك الله عليهم مشاو بعيد. حكيم زياش احنا هضرنا عليه حكيم زياش يعني مع فريق اياكس امستردام ربما هو اخر نقدروا نقولوا عنقود ديال اياكس ديال العام اللي فات ديال الدومي فينا فهاد الصيف غادي يمشي لتشيلسي. شنو رايك فيه انت؟ وانا قلت الراي ديالي حكيم زياش لعاب كبير بامكانيات كبيره واللي مهم فيه واحد هو شخصيه كبيره علاش قلتها بانه باش يجي كمغربي فريق اجاكس امستردام ماشي بزاف المغاربه اللي نجحوا تمايا ولقد ظروف صعيبه في الاولى هو لقى انتقادات كبيره من الجمهور والجمهور تاع اجاكس امستردام صعيب هو للاشاره هو ماشي ولد اجاكس امستردام لا ماشي ولد اجاكس هو هو جا وكان يلعب في اماتور ومن بعد مشى للهيرفين مشى كيلعب سي 20 ومشى لاجاكس امستردام ولكن البدايه ديالو في اجاكس البدايه ديالو ما كانتش موفقه كان بزاف الكريتيك وهذا سميتو ومن بعد تغلب الثقه وتغلب المستوى ديالو سيرتو في العامين الاخرى في عصبه الابطال انه يفرض راسو كما كنقولوا حنا صحه تنقولوا صحه فرض راسو هذا فرض راسو هذا سميتو فالانتقال ديالو لفريق تشيلسي جا في الوقت المناسب شحال حكيم زياش عنده دابا 25 سنه فواحد الوقت اللي كما تنقولوا دابا تنقولها بالثلج اختار دابا صافي دوز ستريس دوز الكريتيك تاع امستردام صعيب دابا غادي يمشي لتشيلسي المدرب لابارد بغاه لانه هو اللي بغاه جيبوا سميتو حتى مهمه كثيره انه المدرب يكون بغاه كذا فريق تشيلسي ماشي تشيلسي تاع قبل تشيلسي دابا تشيلسي اللي هو تيبني بنى الفريق ديالو كما تنقولوا عاقد على لي جون على الصغار على 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 كما تنقولوا فريش على شويه تاع سميتو هذا فتنظن انه بالنسبه للحكيم زياش انه اختيار مناسب الدوري الانجليزي دوري اللي هو بدني اكثر يمكن انه يطلب واحد الوقت الحكيم زياش للتاقلم في الاول ولكن تنظن انه كما ترجعوا للتجربه ديالو والامكانيات اللي عنده بار اكزومبل هو التكنيك ديالو وكيفاش يشوف في الملعب يشوف السرعه انه يقدر يفيتي لي ديال تنقولوا حي هذا هذا فتنظن انه وتنتمنى ليه من هذه البلاصه تنتمنى ان شاء الله التوفيق ويشرف الكره المغربيه امين يا ربي امين. ولكن كنعرفوا ان الماتشات ديال بي اس في اينهوفن اجاكس امستردام كيكونوا الحراقيه في ذاك الماتش ما كاين حكيم زياش ولا هذا انتم عشتوا هذا الماتش عادي نعم عاودي على الاجواء ديالك عاود لي على الماتش ديال بي اس بي واجاكس كي كيدوز الماتش بعدا تيبدا سيمانه قبل سميتو هذا عاد كاين كاع اللي تيقول لك خسر الماتشات كلهم وهذاك الماتش ربحو صافي تكون هذا وانا دوزت كجوار لعب ديك الساعه انا كنت مشيت لاوتريخت وقال لي بغيت نلعب سميتو قالوا لي الا تماركي تمايا دير اللي بغيتي صافي ما باقي كاين ما كاين المشكل والحمد لله كنت توفق ديك الساعه وماركت ولكن حتى بيس حتى هما راه ميم شوز سميتو هذاك الضغط لانه سي زعما جوج الفرق الكبار تيلعبوا بيناتهم وتلاحظوا دائما انه هذيك البطوله لان المنافسه على البطوله تتكون ما بين اجاكس و بي اس بي واياكس وتتلقى هذاك الماتش ديك باينورد شويه اي هذيك المباراه تتلقى اما في اندوفن ولا في امستردام تلقى هي المباراه الحاسمه اللي غادي دوك ثلاثه النقاط ولا سته النقاط ولا شي حاجه يعني تيكون واحد الضغط كبير واحد الترتيب اللي قلت لك اسبوع قبل في الصحافه الهضره اسميتو ايوا مباراه عاد عاوتاني موراها ثاني ف مورا المباراه عندك سيمانه اخرى سيمانه اخرى الهضره ثاني وي سيمانه اخرى دابا اليوم عادل
مدرب مساعد ديال بي اس في ايندوفن، امتى كيشوف عادي راسو قادر انه يولي المدرب الاساسي ديال فريق، ماشي ديال بي اس في ولكن ديال فريق؟ هو كل شيء بيطلع لما لا البي اس في وما نعرف، ولكن المهم ديال شي فريق، مزيان نقولوا ديال شي فريق كل البي اس في ان شاء الله الرحمن. هو كما اولا كل شيء بيطلع هذا سميتو. اذا نهضروا بالنسبه لي انا شخصيا اشنو اللي تنتمنى انه تنتمنى انه الحين سنتين ان شاء الله نكون ك ك ك كمدرب الفريق ان شاء الله. فهاد السنه هذه غادي نحاول ما يمكن باش نكمل الدبلوم هذا البرو فبرو ان شاء الله. وكما تنقولوا سنه اخرى باش يعاود ثاني لوحدي كما تنقولوا اكثر، لانه الا تنتكلموا على خذ الوقت ديالك هذا سنتين ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا معك سنتين ان شاء الله يا ربي. هضرتي قبيله واحد قلتي كلمه وقيتها، قلتي المنتخب. نعم انا قلتي نقدروا نعطيو للمنتخب. اسمح لي اصلا غادي هذا خاصني ندير غنجيب الشارجور. التليفون غادي ديشارجا. ايه عندي بشارجا حطيني. دير خذ راحتك، حنا كنتسناو. كنتسناو. يلا. يلا، حنا راه في الدار. دارو ما فيها باس، انتما قلت مزيان الشباب اللي قلتي لي على هذيك الايربود ولا ما سميتهم، شنيتهم؟ الايربود ولا الايبود؟ شوف التكنولوجيا انا ما عنديش معاها. المهم هادو اللي بلا مزيان اللي قلتي لي مزيان ما خدامش مزيان. شنو سميتو؟ ثانكسك. تسمعني مزيان؟ ثانكسك. اوكي لا ثانكسك دابا صح. ثانكسك. دونك قلتي امين، ولكن قبيله قلتي واحد الكلمه، قلتي المنتخب، نقدروا نعطيو للمنتخب. كتفكر شي نهار تكون المدرب ديال المنتخب عادي؟ ايوا الا تنهضروا على كل واحد عنده اهداف ياك. هذا هذاك الهدف الكبير باش نكونوا صراحه. انا سميت انه قلت انه نجي فريق في اوروبا وهذا وهذا. الا كاين هدف عندي اللي هو في الدرجه الاولى الكبير، وعلاش كاع تنقولوا هاد الحريره كلها هذه كلها سميتو هو ديك الوقفه ان شاء الله قدام لا سيليكسيون ماروكان ان شاء الله المنتخب الاول، وتقيدهم ان شاء الله لشي 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 لقب، شي كاس افريقيا ولا ان شاء الله كاس العالم ان شاء الله. فهذاك دايروا كما تنقولوا دايروا بين عينيا، وان شاء الله غادي نتوفق فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله. انت دابا بيان سور دابا كتشتغل في هولندا، كتشتغل مع الفريق الاول في اوروبا، يعني كتلعب في تري هو نيفو، ما كتفكرش شي نهار انك تدرب نادي في المغرب؟ دابا بديت تسولني هاد الاسئله، بديت تجبد لي بلاش لا بلاش صافي بلاش نعوج بغيتي نعوج مرحبا. حنا نهضروا في كل شيء، حنا نهضروا في كل شيء. لا باش 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 نجاوبك واحد الجواب اللي هو بوليتيك كما تنقولوا باش اسميتو هذا برقم وانا نفهمك. يلا سير. في هذا الوقت لا ما تنفكرش صراحه في هذا الوقت هذا. بالنسبه لي التركيز ديالي ان شاء الله في اوروبا. الا دخلت للمغرب ان شاء الله اللي داير في راسي دخل للمنتخبات. المنتخبات يمكن الفريق الاول من الاول ان شاء الله، يمكن المنتخب الاولمبي، يمكن غادي نشوفوا شنو اللي غادي يجي. بالنسبه هذا الشيء ما تيقولش بانه ما عمرني غادي ندير فريق في المغرب. هذيك سميتو هذيك الا جات ان شاء الله وكان فريق اللي غادي يوفر البروفيسيوناليزم اللي داير في راسي مرحبا. الا انه في الاول صراحه السيري ضاف الدخول ديالي المغربي الا دخلت ان شاء الله باش نشتغل ونكون واجد هذا في المنتخب ان شاء الله الرحمن الرحيم. اكيد الناس من قبيله كيكتبوا الكوكب 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 الكوكب، كنعرفوا ان بسم الله قالها عادي في الكوكب. مازال نتبع شويه الطوار ديال الكوكب. الكوكب انا غادي الكوكب هي في القلب ديالي. الكوكب ديالي هو اسميت وراء الدار ديالي هذيك. الكوكب انا هذيك انا غادي نعاونهم، فهمتي نقول ليك؟ واخا ما كنتش المدرب ديالهم كمدرب سميتو، تقدر تكون ادفيزور ديالهم ولا شي حاجه ولا هذا اللي هذيك ما تنهضرش عليها. هذيك الدار هذيك. لا هذيك شي منطقيه شي سميتو. انا ولد مراكش، ولد المدينه، ولد سميتو كما تنقول هذا.
الكوكب راجع عليها الفضل وهذا وتضطرني في خاطري هكا اللي تنشوفها. الاختيارات ديالي من بعد واش كنت في اوروبا ولا دخلت المنتخب هذا، الكوكب دائما نفتح وتنهضر مع الناس، راه تنهضر مع الناس اسميتو بريسك شاك جو وهذا سميتو، وانا من بعد كاع داكشي اللي غادي نعرف ولا غادي نقدر نقول لهم النصائح ديالي وداكشي. مزيان. دابا حنا نهضروا مثلا على التوسكي تاكتيك واحد شويه، هذا امور خاصه ما غاديش نهضروا فيها بزاف، ولكن نهضروا على المدارس. المدرسه الهولنديه كيف ما قلنا قبيله سي الفوتبول توتال، سي الفراجا، سي غادي نلعب اوفونسيف، كلشي يطلع كلشي يهبط، لو سيستيم مبدل. هنا دابا نهضروا حنا في المنتخب كانت تجربه هولنديه، المنتخب الاولمبي فجا بيم فيربيك، ولكن ملي كتشوف دابا الفوتبول الهولندي اليوم ناخذوا الخريطه الاوروبيه، شفنا اياكس انها وصلت للنصف النهائي، ولكن شفنا ان الفرق الهولنديه عندها مشكل في ذاك النفس الاخير على المستوى الاوروبي، يعني ذاك اللي كتلعب مع فرقه اسبانيه، فرقه طليانيه، فرقه انجليزيه في ذاك لي ماتش الصعاب اللي كتهضر على التوب 5 توب 4 ديال الاوروب، كيكون صعيب شويه. علاش؟ لا دابا غادي نحاول نحللوا هذه المساله باش يفهمها حتى الجمهور المغربي. دابا فاش تبدي في الاول الادوار، تنقول احنا نهضروا حنا دابا على عصبه الابطال، تتبدي الادوار الاولى تيكون المستوى متقارب. اكزاكتلي فرق الهولنديه نجدوا فريق اجاكس امستردام سلطان نصف النهائي سنوات قبل بي اس بي اندوفن في هذا. الا تنشوفوا حنا الفلسفه تاع هولندا تيكونوا اللاعبين شبان جون، هذا علاش المدرسه تعطي الوقت لي طالون هذا تيعلمهم هذا، تيوصلوا واحد السن تاع 24 سنه 25 سنه هذا حكيم زياد تيتباعوا تيمشيو لفرق كبر. علاش؟ لانه هولندا لي زانفيستيسمون ديالها الاستثمارات ماشي كبار بحال الالمان بحال هذا. صافي تجي عندك اللاعبين ما بين الكاليتي والتجربه تيخرجوا من الفريق فواحد الوقت لهذا. كون كانت هولندا نقولوا في المثال يوصلوا على المستوى تاع اسبانيا ماديا سميتو هذا ولونجلتير، كون حتى هما يديو عصبات الابطال، تما فين تيكون الفرق؟ اشنو فاش تبدي في الاول الادوار الاولى تتكون مساله تاع هذا النيفو ايه وهذا، ولكن ما حد الادوار تيقربوا النهائي تيوليو تيتلعب المسائل على لي ديتاي. لي ديتاي فيهم تجربه، فهمتي؟ فيهم تجربه. علاش كنلاحظوا حنايا دائما الفرق الكبار هما اللي كاينين علاش؟ واللي عندهم اسميتو، راه ماشي نقولوا حنا في المثل بارسلون ولا الريال ولا سميتو ولا مانشستر سيتي تيدوزو الفينال باسكو ديما عندهم ميسي ولا عندهم رونالدو ولا عندهم هذا، عندهم تاريخ بيان سور عندهم هذاك الشيء، ولكن عندهم حتى لاعبين اللي عارفين اشنو تيتطلب هذاك الشيء. ما نساوش واحد الحاجه ثاني، انه نصف النهائي عادي اسمح لي قطعتك، عوج دخل واحد صاحب مصطفى بيضوضان قال لك تحياتي الرضا وسلامي العادل. يسلم عليه الخير بيضا، يسلم عليه الخير. هذا راه كيعرفك من يامات كنتو كتلعبوا يامات. الله ودي اسمي الله يعمر هذا، الله يعمر هذا، يسلم عليه الخير. قلت لك اسمي يعني انا ذاك الاخر تيتلعب على لي ديتا والتجربه. ما نساوش واحد الحاجه ثانيه، لي دومي فينال ولا من ربع نهائي نصف نهائي تاع عصبات الاطفال تتحتوا في واحد الوقت تيكون في مارس وابريل، فهذا كتكون لا شارج. هادشي بغيت نقول لك هذا، فهذاك هو اللي في نظري انه تيجي الفرق لهذوك انه لاعبين اللي عندهم تجربه وعندهم ومتاقلمين اكثر هذا سميتو. وهذاك الشيء سي مساله ترد حتى ماديا، لانه دائما البطولات الكبار اللي عندهم امكانيات كبار فهم اللي يستقطبوا اكبر لاعبين كبار. بيان سور بيان سور. سي عادل قلتي لي نديرو ساعه، قلت لك اودي اش قلت لك فاش قلتيها لي؟ قلت لك راه مفروض ساعه ولكن كان ديبوردي. دابا ديبوردي انا نيت حسيت راه ساعتي، والله ما حسيت بالوقت داز. لا اسمي والله الا كاعك، ولكن والله الا اسميتو زعما تي ما في بليزير وحق الله. الله يحفظك عادي، ميرسي بوكو، شكرا جزيلا. ومني هضرنا مع سميتو والناس ديالنا الجمهور المغربي، وتنتمناو في هذا الشهر المبارك ياك فهاد الشهر المبارك تنتمنى اولا يعزنا لنا ان شاء الله هاد البلاد الوباء ياك ويحفظ الجميع ياك
وتنتمنى ان شاء الله، تنتمنى ان شاء الله كما تنقولوا لا تحشمنا ياك، يا ربي نرجعوا للبلاد ديالنا وسميتو، نرجعوا للبلاد ديالنا ونفيدوا ان شاء الله، والمغاربه كلهم راه تنبغيوهم وفي القلب ان شاء الله. الدراري كاملين نهزوا فاتحه ربي يهز عنا هذا الوباء، وان شاء الله شروطي عادل هو المدرب الرئيسي ديال شي فريق كبير، شي فريق كبير. شكرا، ميرسي بوكا خويا، ميرسي سام بروكا. دروكا من الصباح حتى دروكا انا تفكرتها صح. اييه الصباح حتى دروكا، اييه الله يحفظك. شكرا اخويا، رمضانك مبروك. الله يبارك فيك سام بروكا.